أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن عدوهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اكرمنا بالعلم والعمل الصالحين يا رب العالمين. قال السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: صيغة النهي. لا يزال الكلام في مباحث الدليل الشرعي اللفظي، وبالتحديد في صغرى دلالات الدليل الشرعي. وصلنا بحمد الله إلى الصيغة الثانية. تقدم الكلام في الصيغة الأولى وهي صيغة الأمر، وصلنا إلى صيغة النهي. فلدينا سؤالان. السؤال الأول: ما هي مادة النهي؟ هذا السؤال الأول. الجواب: مادة النهي هي النون والهاء والكاف. واضح؟ أنهاك أن تفعل كذا، أنهاك أن تفعل كذا، هاي يسمونها مادة نهي. السؤال الثاني: على ماذا تدل هذه المادة؟ الجواب: تدل على معنى اسمي، مثل ما أخذنا بالمنطق في علم المنطق. المادة تدل على معنى مستقل في نفسه، وهذا المعنى المستقل في نفسه هو معنى اسمي، لا يتوقف تصوره على تصور شيء آخر. فإذن المادة تدل اليمن على الوجوب. المادة معناها معنى اسمي، والوجوب معناه معنى اسمي، فهي موضوع. معنى اسمي موضوع لمعنى اسمي، لا إشكال في ذلك. السؤال الثاني: ما هي صيغة النهي؟ ما هي صيغة النهي؟ الجواب: كل فعل مضارع كان مسبوقا بلا ناهية. لا تفعل فعل مضارع مسبوق بمن؟ بلا ناهية. تقول لا تفعل. الآن نقرأ الآيات القرآنية والأدلة. الآية الأولى: ولا يغتب. ولا يغتب يعني لا يفعل. ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. سورة الإسراء. ولا تقتلوا، لا تقتل، لا تفعل، هذه صيغتي ايش؟ نهي. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. لا تقتل. ولا تسرفوا، مو ولا تسرفوا، هيك أكو آيات قرآنية. لذلك كل فعل مضارع كان مسبوق بلا ناهية جازمة، هذا الشيء يدل على من؟ يدل على أن هذه الجملة هي جملة، هذه الصيغة هي صيغة نهي، لا تفعل. واضح؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا، لا تقرب، لا تفعل. سؤال، سؤال ايش قلت؟ رقم ايش قلت؟ ثلاثة. هذه الصيغة هل هي معنى حرفي أو معنى اسمي؟ الجواب: أن صيغة النهي معناها معنى حرفي. شنو معنى حرفي؟
يتوقف تصورها على تصور شيء آخر. الصيغة يعني مثل هيئة، مثل الصورة. شوف الآن هذا البناء اللي أمامنا، ما يمكن تظهر صورته إلا بعد المواد، وجود المواد وأن تترتب بهذا الترتيب، عند ذلك تظهر صورة البناء. كذلك الصيغة، الهيئة، هيئة صيغة لا تفعل هي عبارة عن شنو؟ صورة لترتيب حروف الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية. واضح؟ فإذا يتوقف تصورها على تصور المواد. يا مواد، شوف عندما أقول لا تقتل، لا، اللام والألف، التاء والقاف، والتاء واللام، ترتبت بهالترتيب هذا فظهرت عدة صورة. الكلام واضح أعتقد، ما بغموض. جيد. سؤال، هذه الصيغة لمن موضوعة؟ لأي شيء وضعت؟ الجواب، ذهب الأصوليون إلى أن صيغة النهي موضوعة للحرمة، عندما يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا النفس، يعني محرم قتل النفس، ولا تقربوا الزنا، محرم الزنا، ولا يغتب بعضكم بعضا، يعني محرم الغيبة، الغيبة محرم. فصيغة النهي موضوعة لمن؟ إلى الحرمة، إلى هذا الحكم وهو الحرام، حرمة. يأتي الإشكال، نفس البحث السابق، ما عندنا بحث جديد. يأتي الإشكال، إذا كانت، شوف السيد الشيش يقول، إذا كانت الصيغة معناها معنى حرفي كيف توضع للحرمة؟ قل لي ليه سيدنا؟ يقول لي أن الحرمة معناها معنى اسمي، هو معنى اسمي يوضع لي معنى اسمي، معنى حرفي يوضع لي معنى حرفي، أما معنى حرفي يوضع لي معنى اسمي، هذا مشكل جدا. شو يكون الجواب؟ صيغة النهي هي معنى حرفي، لم توضع للمعنى الاسم الذي هو الحرمة، وإنما وضعت للنسبة الزجرية، زجر، النسبة الزجرية والنسبة الإمساكية. شنو النسبة الزجرية؟ الزجر هو المنع. الآن أنت صياد، شنو عندك؟ أجل الله سامع، عندك فد كلب معين وجاي يشوف أمامك، شنو أمامك؟ غزال، تطلق الكلب حتى يصغر، بس من يشوف أمامك أسد شو تسوي؟ تمسك بهذا الكلب. شنو؟ شوف أسد شنو صارت النسبة الزجرية، شنو صارت ما بين الصياد والكلب والأسد؟ تمسك به بقوة حتى أنه لا يفترس الأسد. واضح؟ نفس الشيء قلتها، المن الله والعبد والفعل، هاي غيبة أمامك، اللي أمامك هي غيبة. الله سبحانه وتعالى يمسك بعبده بشدة، يمنعه بشدة، لا تقتل، لأن هناك مفسدة، فعل به مفسدة. واضح؟ فصارت النسبة ما بين ثلاثة أطراف اللي هو المولى والعبد والفعل الفاسد. بس ينتفي إذا ماكو فعل فاسد، ماكو نسبة. إذا ماكو عبد، ماكو إمساك، وإذا ماكو مولى، لا يوجد هناك إمساك. واضح الكلام؟ جيد جيد. نعم، هذا الكلام واضح إن شاء الله. زين، نجي كيف يستفاد؟ تجينا رواية معينة، كيف نستفيد الحرمة من هذه الرواية، الحكم الحرام، وكيف نستفيد الكراهة؟ حتى بالآيات القرآنية نفس الكلام، لابد نقدم مقدمة. شو نقول؟ نقول يوجد عندنا لفظ موضوع لمعنى، هذا المعنى نسميه معنى حقيقي.
اللفظ إذا كان مستعملا فيما وضع له هو استعمال حقيقي. استعمال لفظ البحر في الماء الكثير استعمال حقيقي. استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس استعمال حقيقي. استعمال لفظ صيغة النهي استعمال صيغة النهي بالحرمة استعمال حقيقي. شنو الدليل علي؟ التبادر. التبادر نعم. إذا جاء صيغة النهي يفزع الذهن إلى التبادر. ينتقل الذهن من حق اللفظ إلى معنى الحرمة. زين. أما إذا كانت هناك قرينة موجودة لمن ينتقل الذهن؟ إلى الكراهة. يكون استعمال الصيغة بالكراهة استعمالا مجازيا يحتاج إلى قرينة. لذلك هم قالوا ما يمكن الرواية. شلون نتعامل وياها؟ الرواية نتعامل وياها بهالشكل هذا. شنو الشكل؟ إذا جاءت صيغة النهي شنو نقول؟ مجرد عن القرينة نقول المولى أراد الحرمة. أما إذا جاءت صيغة النهي مقترنة بقرينة لفظية منفصلة متصلة أو متصلة نقول المراد منها هو الكراهة. واضح شلون بالروايات نستنبط الكراهة ونستنبط؟ واضح؟ إن شاء الله. هو هذا كل ما موجود بهذا المطلب. والحمد لله رب العالمين.